السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة إزاي تعرف إن حمامك عايز يستحمى. الموضوع بسيط جدا، إن أنا لاحظت وأنا بسقي الحمام، حطيت له المية في المسائي أهو، إن هو قاعد، شوف حضراتكم، عايز يستحمى أهو، عايز يجيب منقاره وعمال بيتخيل ان هو بيستحمى، فهو كده نفسه في مية. احنا في الشتاء، احنا في شهر واحد، احنا دلوقتي النهاردة افتكر 6/1، النهاردة 6/1/2020، فهو شوف حضراتكم جاي على المسقى، ملموم على المسقى الحمامة اهو اللي هو بيشرب منها وعاوز يستحمى. في هنا كمان اهو حمامة نازلة تحت الحنفية، الجردل اللي هو تحت الحنفية ده اهو حضراتكم، بتتخيل انها بتستحمى. هو في مية بسيطة جدا نازلة اهو عشان تستحمى، لان في ناس يعني مش مصدقين ان الحمام عايز يستحمى في الشتاء. لا، هو عايز يستحمى في الشتاء برضه. اهي تلاتة اهي اهو حضراتكم اهو، نفسها في مية كتير عشان تستحمى. هو احنا هنحط لهم دلوقتي مية عشان نشوف برضو فنفسه يستحمى. كده بنعرف ان الحمام محتاج الحمى اهو، نزل تاني اهو، نزل بيبل نفسه علشان يستحمى. شوف تاني دول. طيب نحط لهم مية ونرجع لحضراتكم تاني نشوف هيعملوا ايه، نحط لهم المية نشوف. طيب احنا حطينا المية للحمام اهو، شوف زي ما قلنا الحمام، نشوف ان هو عايز يستحمى، تأكدنا ازاي ان هو فعلا عاوز يستحمى. طيب هنضيف للحمام حوالي معلقة من الدواء ده. الدواء ده احنا عملناه في فيديو سابق ان هو بيقضي على الحشرات، معظم حشرات الحمام هو اصلا لسيون للشعر بتاع بشري، احنا عملناه قبل كده اللي ما شافوش حضراتكم. لكن احنا الموضوع النهاردة مش موضوع الدواء ده ولا موضوع الاستحمام الحمام، لكن الموضوع ان هو ازاي بنعرف ان الحمام عاوز يستحمى. احنا شفناه قاعد يبلبط كده في المسائي وقاعد يحمي نفسه اهو، شوف حضراتكم نزل ازاي، شوفوا ازاي اهو. فاحنا هنضيف له حوالي غطا من الدواء ده على المية، هنشوف اهو الدواء ده بيعمل ابيض اهو في المية اهو. هي يعتبر اخر غطا، فاحنا هنغسل هو، مفيش في الحمام حاجة، لكن مفيش فيه حشرات الحمد لله، لكن احنا بنعملها كوقاية مع كل استحمام علشان ما يبقيش فيه حشرات. حضراتكم الماء بقت فيها رغاوي اهو، هو لو في حشرات بتستخدم نص الازازة دي اللي هو افرزين افرزين افرزين، ايوه اهو اسمه مكتوب اهو بشري، حوالي تقريبا 10 جنيه في الصيدلية او حاجة زي كده، يعني مش متذكر بالظبط بس هو في الحدود دي. كده حطينا حوالي معلقة اللي هي كانت باقية في العلبة، لكن لو في حشرات، في ذباب، في فاش، في اي حاجة، بتحط نص الازازة نصها مرة واحدة، ما تخافش حضرتك من ان هو يشرب منها. وهنشوف الحمام وهو نازل يستحمى ازاي، ان هو فعلا كان محتاج ان هو يستحمى. حضراتكم الحمام نزل هو بيستحمى، محدش غصبه، احنا في البرد فعلا، لكن هو بيحتاج الاستحمام زي ما قلت لحضراتكم في الطبيعة، وبيقف تحت المطر وبيرفع جناحاته بيستحمى، بيحمي نفسه تحت المطر، لكن احنا عشان حابسين ما بيخرجش الحمام، فهو محتاج
بحيث ان هو تحت المطر. اه بيرفع جناحاته كأنه بالظبط تحت المطر. حمام بالظبط زي الانسان، زي اي شيء بيحتاج يستحمى، زي اي مخلوق ربنا خلقه بيحتاج الاستحمام. اهو شوفوا ازاي بيعمل ازاي في المية، حمام سعيد جدا بالمية. اهو رغم ان المية باردة زي ما قلت لحضراتكم واحنا في شهر واحد. ما تخافش حضرتك لو الحمام شرب منها ما تأثرش في حاجة. شوف السعادة بتاعت الحمام، السعادة بيرفرف بجناحاته سعيد، وما تحرموش من السعادة اللي هو فيها دي. ازاي ممكن يكون في ريش الحمام سوس، في حاجات بتحس ان الحمام بيتهرش، فده بتقضي على سوسة الحمام. الدواء اللي احنا حطيناه ده السوسة اللي في الريش اللي بتنخل في الريش او ذباب الحمام، في حاجات ممكن تكون حضرتك مش شايفها لكن هي مضايقة الحمام. سيب المية دي مثلا يوم اتنين موجودة كده اهوت لحد ما تلاقي الماء ما عادتش نضيفة، تبقى تكبها. وحاول تعمل الموضوع ده على الاقل مرة كل شهر، او كل ما تشوف الحمام بيعمل المنظر اللي احنا شفناه حوالين المسائي في بداية الفيديو. شوف الحمامة بترفع جناحها ازاي، اللي على اليمين دي بترفع جناحها رغم ان هي بره بتستنى كأن المطر هينزل على جناحتها. الحمام هينزل تباعا، فانت ما تكبش المية على طول. لو الحمام استحمى سيبها مثلا يوم او اتنين لحد ما لون المية ما يكونش نضيف، يبقى غيرها او كبها خالص وتابع الحمام. لما يحب يستحمى تاني تلاقي بيعمل في المساء كده، ما تحرموش من الحمى لان ده نظافة للحمام، يمنع عنه الحشرات وبيخلي الحمام يكون مرتاح، يقدر يبيض، يقدر يتزاوج، يعيش حياته الطبيعية. فما تحرموش من المتعة دي. بكده نكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تضغط على زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.